السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في القناة. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في صحة جيدة. اليوم ان شاء الله وصفتنا عبارة على أكلة اللي كتجي خفيفة وكنوجدوها للوليدات بمناسبة المدرسة، كنكونوا مزروبين او كيجيو كيلقاو الغداء ماشي موجود، كنوجدوها لهم في اقل من 10 دقائق راه كتكون موجودة. وهاد المكونات كتكون موجودة عندنا في الدار. حنا كناخذوا مطيشه تنقطعوها بحال هكا بالقشره ديالها مرصوات، كنديروا السمك مقاد باش كطيب مقاده، هاد المطيشه اللي كتشيط راه حنا كنقدروا نديروها سلطه او ما كنضيعوهاش، يعني بحال كناخذ وسطاني ديال المطيشه باش كيكون مقاد. هنا جوج مطيشات راه قدونا، كناخذ السمك مقاد وكتكون مقاده. هذه اللي فيها داك العظم كنحيدها، هادي اللي غادي نستعملو. كنجيب واحد المعلقه صغيره ديال الزبده ديال الاكل، كتكون من النوع الجيد، وكندوبها في المقله. انا كنديرها في المقله ديال الشواء باش ملي كتبغي تهزيها ما كت وغادي نجيب مطيشه ديالنا وغادي نستفها في المقلة. استمر عليها حتى كنكملها. حتى السيدات اللي كيكونوا عاملات كيجيو كيلقاو الوقت الغدا فات ولا هذا راه يقدروا دغيا كيوجدوها، دغيا كتكون موجوده وأكلة متكاملة، يعني كل شيء فيها. هنا كندير واحد رشة ديال الثومة بودرة باش كنسم بها الإبزار أو الفلفل الأسود، رشة ديال عرشه حتى هي ما كنقووش لان غادي نديرو فرماج، الفرماج كيكون مالح. غادي نقلبها بعد ما كطيب من الجهه التحتانيه، كنقلبها كامله بواحد الشوكه او فرشيط. هنا غادي نجيب الفرماج، انا عندي الفرماج الاحمر، انا كيعجبني الفرماج الاحمر، درتو بحال هكا مرصوات. نتوما كديروا الفرماج اللي موجود عندكم. كنستف فوق مطيشه وكنخليو هذوك الجوال الوسطانيين كيكونوا خاويين. غادي نجيب البيض نخوي فيه البيض بحال هكا، كندير اتساع البيض فين كيطيب.
هنا بعد ما طابت نرش عليها شويه القزبر والمعدنوس، صافي، وكنغطيها ونطفي عليها. كترجع في هذاك الصهد، راه هي كتكون موجوده لين ما كتبرد كتكون الاكله ديالنا موجوده. شفتوا معايا الاكل ديالنا جات زوينه، وغادي تجي بنينه اكيد، وغادي تعجب وليداتنا. ولا عجبكم الفيديو شاركوا في القناة.